اهلا وسهلا بكم في درس جديد من سلسله دروس تعليم التسويق الالكتروني المقدمه من هوا جروب ودوره التسويق الالكتروني من خلال مواقع الاعلانات المبوبه. والنهارده هنتعلم مع بعض ازاي نعمل اعلان مبوب على موقع سوقك. موقع سوقك موقع مهم جدا، بتقدر ان انت تنزل عليه اعلان مبوب من غير ما تسجل حساب خالص، بتنزل الاعلان على طول، مش شرط تعمل حساب على الموقع. الموقع فيه ميزة حلوة قوي، ان هو بيبعت لكل المشتركين عنده رسالة على الايميل باحدث الاعلانات اللي نزلت، فاي حد مشترك في الموقع هيفتح البريد الالكتروني بتاعه بكرة هيلاقي الاعلان بتاعك وصل له في البريد الالكتروني بتاعه، فده مهم جدا. فهنتعلم مع بعض ازاي نعمل اعلان على موقع سوقك. بس قبل اي حاجة، بعد ما تشوف الفيديو ده تمام، هتبص على الوصف اللي موجود في الفيديو، هتلاقي لينك. اللينك ده فيه فايل بتنزله عندك على الجهاز، في كل مواقع الاعلانات المبوبة المهمة زي ما انتوا شايفين قدام حضراتكم اهو. بتنزل اعلان المنتج او الخدمة اللي انت عايز تعلن عنها في كل المواقع دي في وقت واحد، بيكون المردود بتاعك جيد جدا غير لما تنزله على موقع الكتروني واحد فقط لا غير. دي حاجة. تاني حاجة، بوفر عليك وقت ان انت تخش على جوجل وتدور على المواقع. انا نقيت لك اهم المواقع وحطيتهم لك تحت بعض اهو، ظرف ساعة او ساعتين هتكون نزلت اعلان في كل المواقع دي، فزي ما قلت لك هتلاقي المردود بقى عادي. هتلاقوا لينك تاني موجود فيه شرح كل المواقع دي، كل موقع في فيديو لوحده في دورة اسمها دورة الاعلانات المبوبة تمام. وهتلاقوا لينك تاني محطوط برضو في الوصف بتاع الفيديو ده، في كورس كامل خاص بالتسويق الالكتروني اتفرجوا عليه. كل الحاجات دي تبقى في ايدك، هتبقى مسوق الكتروني ناجح وهتقدر تسوق للمنتج او الخدمة اللي انت عايز تسوق لها بمنتهى البراعة. اول حاجة هنعملها عشان نسوق على موقع سوقك، ان احنا هندخل على موقع سوقك مباشرة، وطبعا هنا خدت كوبي من الملف ده، وانتوا هتلاقوا المواقع كلها موجودة في الملف ده لما تنزلوه على الجهاز عندكم تمام. وبدخل على الموقع كده، بدوس على نشر اعلان مباشرة، هختار الدولة، الدولة مصر اهو، وهختار المحافظة بتاعتي القاهرة، هشوف ايه اللي يناسبني في الاقسام اللي هو جايبها لي دي. هقول خدمات شخصية، هقول دروس خصوصية او مراكز دورات وتدريب تمام. بكتب هنا قال لي اعلانك هينزل لمدة 90 يوم، لو حبيت ان تجدد الاعلان مرة تانية تمام، بتجدد الاعلان من خلال الايميل اللي هيجي لك على الحساب بتاعك، لان انت بيجي لك ايميل تمام بيقول لك الاعلان بتاعك اوشك على الانتهاء، لو عايز تجدده اضغط على الرابط التالي، فبتضغط على الرابط فبيجدده لك، او انت بتدخل على الموقع من اول وجديد وتنزل الاعلان مرة تانية بعد 90 يوم تمام. وممكن كمان تعمل اعلانات مدفوعة، يعني قدامك الحالتين اللي انت عايز تعملهم سواء اعلانات مجانية او مدفوعة. احنا دلوقتي بنتكلم على الاعلان المجاني. اول حاجة بتعملها بتحط عنوان الاعلان هنا، بتكتب الدولة والمدينة والحي، يعني مصر، القاهرة، شبرا، وسط البلد، حسب ما انت ساكن. بتكتب هنا تفاصيل الاعلان بتاعك، بتكتب هنا البريد الالكتروني، ولو مش عايزه يطلع في الاعلان اعمل لا ينشر البريد الالكتروني، لو عايزه يطلع في الاعلان اعمل نشر البريد الالكتروني، لو عايز الناس تتصل بيك قول الاتصال بيه عن طريق نموذج الاتصال اللي هو تاني اختيار، ده انا شايف ان هو اهم اختيار تمام، او انشر عنوان البريد الالكتروني على الموقع حسب ما انت عايز. هتدخل رمز التأكيد اللي قدامك ده زي ما هو كده، هتدخله هنا تمام. عندك تقدر ترفع 1 2 3 4 5 6 7 8 9، تقدر ترفع 9 صور على الموقع للخدمة او للمنتج بتاعك تمام. وهنا هتقول يمكن الاتصال بيه لأغراض تجارية، يعني لو حد عنده حاجة عايز يعرضها عليك اوكي. هنا لو انت عايز تستلم النشرة البريدية من الموقع بأحدث الاعلانات هتدوس اوكي، عشان كده بقولك اعلانك هيوصل لناس تاني على الايميل بتاعهم. هنا هتقول قرأت الشروط واوافق عليها تمام. لو عايز اعلانك مميز بتختار هنا، ده بيبقى تكلفته $30 لمدة سنة، لو عايزه مجاني وبعد 90 يوم تنزل الاعلان تاني خلي الاختيار زي ما هو كده اختر تمام. تمديد فترة الاعلان، لو عايز تمدد فترة الاعلان برضه هيحسبه لك $20 لمدة سنة، مش عايز خليها زي ما هي كده، وبعد 90 يوم نزل الاعلان مرة تانية، وهتدوس انشر الان هينزل الاعلان بتاعك على الموقع. دي طريقة
شرح ازاي تعمل اعلان مبوب على موقع سوقك. بتمنى يكون الشرح عجبكم، وما تنسوش هتلاقوا لينك في وصف الفيديو في الملف ده، هتحملوه في المواقع المبوبة كلها المهمة اللي هتنزل اعلانك عليها. هتلاقوا لينك تاني في دورة كاملة فيها شرح المواقع دي، هتلاقوا لينك تالت في كورس كامل للتسويق الالكتروني. هتلاقوا في الوصف كل وسائل التواصل بتاعتنا، عشان لو حبيتوا تتواصلوا معنا بنرد على كل استفساراتكم في خلال 24 ساعة، قصدي على مدار ال 24 ساعة يوميا. بتمنى يكون الشرح عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.